يا ويلي يا ويلي، اهلا اهلا، شو ضايعة؟ لا مش ضايعة مسيو، بونجور مسيو. مسيو نحن اليوم بالشارع لحتى نقول لك انه نحن عم نعمل ريبورتاج اسمه المرأة مش أداة. مسيو بتحب تقول شيء للكاميرا تضامنا معنا بليز؟ ليكي الله يبعد عنك المتحرشين الحلال ويتحبشوا فيك المتحرشين الحرام وينتفوك تنتيف. انت بدك تنتيف، انت بدك عاد. ليكي بتاخدي بق؟ لا مسيو مسيو مسيو، بدي اسالك شيء. هلا المراه انت بتعرف انه هي عم تتعرض لكثير اشياء ولا تحرش، مش لازم هيدا الشيء نوقفه؟ ايه لازم نوقفه، اكيد بدنا نوقفه، واذا بدك انا بوقفه. عن جد مسيو انت فيك توقفه لحالك؟ اكيد بوقفه لحالي، واذا بدك انت فيك توقفيه، يعني اذا بدك توقفيه هو اكيد بيوقف. شو انت عارف المراه المسكينه؟ يا حرام يا حرام، عم بتعاني من نوعين من التحرش. صح مزبوط، عم بتعاني من تحرش هو اللفظي. هي اللفظي. نعم اللفظي، يعني الكلام البذيء، الكلام الغير محترم. مزبوط مزبوط. هلا عرفت مثل هيدي، يعني قصدك هاتيني منك شي نكشي يا اطيب من المحشي، بدي عضك بسناني ومن طعمك شبع كرشي. ايه يا مسيو هيدا بعد في نوتين من التحرش. هو التحرش الجسدي. لا. يعني باللبس يا مسيو. هيك يعني هيك. يا بعد عني لحظة. هيك شو هالمريض؟ انت بعد عني ولا؟ يا عمي شو قصدك فهمتيني غلط؟ دوني بالك يا عمي، انا ليكي ما لا افهم السؤال. انا طول عمري يعني ضعيف بالنظري وقوي كثير بالتطبيق. ويني شو ضايبة؟ سوري يا مسيو فهمتك فهمتك غلط. ما تاخذني يعني هيك يعني هيك الا مسيو. وين كمان؟ هيك هيك وين؟ بتتحرش هيك كمان يا مسيو. اوكي يا مسيو هيك. ويني شو ضايبة يا ويني؟ هيدي طبعي طبعي. لحظة منين اجتني هيدي الطايبة يا ويني؟ شو ضايبة؟ لك خدي بقى اسمعي مني، لك واقفين هالاوقات يا مسيو. انت مسيو كثير كثير انسان عظيم ورجل فظيع ورجل راقي، بس بدي اطلب منك طلب. فيك توقف معنا هيك بجملة أخيرة تضامنا فيها مع المرأة؟ يلا يلي بيتحرش فيكي انا بدي اتصله اياه للسانه وبفرجيكي وبفرج الناس عليك. وحق المراه هو الحق وما لازم الا لا طبعا. ويلي بيتحرش فيكي غلي فيي وخدي بق. والشاعر الاطراميزي يا هالمراه العزيزي هو النور بحياتك وضروري شك بريزي. تتجوزني يا ويلي بحلى بالمره هيدي؟ شو بدي اتجوز؟ شو هنعمل يعني؟ بدي اتجوزك انا اكثر شيء اشربها كبه. شو هالموضوع انت؟ احنا هلا عني يا اختي شو تجوز؟ هلا عني يا اختي. شو عليك خليك تتجوز؟ خدي بق خدي بق.